السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتين المدرسة، ومادة محاصيل الحقل. مادة محاصيل الحقل معانا في الصف الأول الثانوي الزراعي بيتم تدريسها كشعبة عامة لكل التخصصات أو كمادة عامة لكل الفرق اللي موجودة في الصف الأول الثانوي الزراعي. حلقة النهاردة إن شاء الله بعنوان الأهمية الاقتصادية للمحاصيل الحقلية وعلاقتها بالبيئة المحيطة. هنعرف مع بعض إيه هي المحاصيل الحقلية، ويعني إيه علم محاصيل، ويعني إيه المحاصيل الحقلية والأهمية الاقتصادية ليها، إحنا بنزرع المحاصيل الحقلية ليه، والاستفادة اللي بتعود عن الإنسان، وكذلك علاقتها بالبيئة المحيطة سواء كانت بيئة الجو أو بيئة التربة اللي هي بتزرع إيه فيها. أي إنسان فينا طبعا بينمو ويترعرع في بيئة، في المكان اللي هو عايش فيه يسمى إيه البيئة، سواء كانت بيئة عادية أو بيئة صحراوية أو بيئة الحضر، دي كلها بتختلف أو بتضيف أو بتؤثر في الشخص فينا، أو تؤثر على صفات ونوعية الشخص فينا من جميع الملامح والتصرفات وكل حاجة. المحاصيل بتاعتنا احنا هندرسها وعلاقتها بالبيئة المحيطة، هنعرف يعني ايه علم محاصيل، يعني ايه محصول حقلي، وكل الحاجات اللي هي خاصة ايه بيها، والتوزيع الموسمي بتاعها على مدار السنة ازاي هيتم توزيعها على مدار السنة ايه وزراعتها خلال السنة. تعالوا مع بعض نشوف تعريف علم المحاصيل الحقلية. ايه هو تعريف علم المحاصيل الحقلية؟ هو فرع من العلوم الزراعية التطبيقية الهامة الذي يبحث في قواعد إنتاج وزراعة المحاصيل الحقلية وعلاقة هذا الإنتاج بالأراضي الزراعية. بس كده لا، قال لك كما يهتم علم المحاصيل بإدارة العمليات الزراعية بالحقل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه إدارة العمليات الزراعية بالحقل؟ يعني حضرتك دلوقتي شغال في مزرعة، المفروض تعرف إيراداتك، مصروفاتك، كل العمليات اللي هي إيه هتتم، سواء كانت عمليات مخزنية أو عمليات حقلية إيه هتتم، من دخول عمالة أو خروج، كل ده يتسجل معاك، يبقى إيه دي إدارة إيه مزرعية. يبقى تعريف علم المحاصيل معانا مرة أخرى، هو فرع من العلوم الزراعية التطبيقية الهامة الذي يبحث في قواعد إنتاج وزراعة المحاصيل الحقلية وعلاقة هذا الإنتاج بالأراضي الزراعية، كما يهتم علم المحاصيل بإدارة العمليات الزراعية إيه بالحقل. تعالوا نشوف المحصول الحقلي. تعريف المحصول الحقلي يعني ايه تعريف محصول حقلي، وانا ليه قلت عليه محصول حقلي؟ مع ان فيه دلوقت عندي على سبيل المثال بعض الحشائش زي حشيشة النجيلة. حشيشة النجيلة عندي في المحاصيل لما تنمو داخل المحاصيل بتاعتي بقول عليها حشيشة. في فرع تاني من الفروع الزراعية اللي هو فرع البساتين قسم الزينة، في الزينة وزراعة المسطحات الخضراء بقول عليه هنا محصول. النجيل هنا أصبح عندي إيه محصول. طيب أنا عندي محصول زي محصول القمح بتطلع فيه حشيشة خطيرة جدا، إحنا بنقاومها بكل الطرق، ولما وبتقلل لي الجودة بتاعت القمح، اسمها حشيشة الزمير. حشيشة الزمير ديت موجودة عندي، طلعت في قلب القمح، اتسمت إيه حشيشة. تمام، أنا هنا في مصر قلت عليها حشيشة، ولكن لما ابص الاقي اروح امريكا في الولايات المتحده الامريكيه هلاقي اجود انواع الدقيق واجود انواع الفطير بيطلع من حشيشه الزمير اللي هو يسمى بمحصول الشوفان. يبقى انا عندي شوفان لما يطلع في قلب القمح عندي بيسمى ايه؟ بيسمى حشيشه، ولكن في امريكا اتسمى ايه محصول. ليه؟ لان طلع منه اجود انواع الدقيق واتسمت ايه الشوفان. طيب ليه أنا قلت عندي حشيشة وقلت على القمح محصول؟ لأن المحصول عندي هو أي نبات عشبي أو خشبي بزرعه في نطاق واسع وله أهمية اقتصادية هتعود عليا إيه بالربح. ولكن في حالة نمو حشيشة الزمير في القمح، في الحالة دي هتسبب لي إيه خسارة، فبالتالي قلت عليها إيه حشيشة، إذن ليس إيه محصول، ولكن القمح هقول عليه إيه محصول، لأن زرعته في مساحات إيه كبيرة وهاخد منه عادي اقتصادي. النجيلة عندي لو طلعت في قلب الذرة أو قلب القمح أو أي محصول تاني هبدأ مقاومتها وبقول عليها حشيشة. عند الزملاء بتاعت الزينة قالوا عليها محصول النجيل. ليه؟ لأن دلوقتي بيزرع مثلا الملاعب بتاعه أو اللاندسكيب أو المسطحات الخضراء عن طريق النجيل، فأصبحت لها أهمية اقتصادية إيه عنده، وبدأت تدخل له إيه ربح، ففي الحالة دي اتسمت إيه محصول. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الفرق بين المحصول والحشيشة، وتعالى نشوف التعريف اللي هنشوفه في الكتاب عندنا في مادة المحاصيل اللي هو خاص بالمحصول
محصول الحقلي هو نبات عشبي او خشبي منزرع على نطاق واسع، وزي ما قلنا نطاق واسع الزراعه في مساحات كبيره، ويعطي اكبر قدر من الطاقه والبروتين والزيوت وباقل الاسعار، كما انه قابل للتخزين لفتره طويله. واحنا وضحنا قبل كده واتكلمنا ولازم نعرف ولابد ان نعرف يعني ايه قابل للتخزين، يعني انا اقدر اشيله في المخزن تحت ظروف الجو ايه العاديه من غير ما يحصل له عمليه فساد والفترة طويلة، يعني ممكن اخزنه 3 4 شهور 6 شهور حسب ايه الحاجة ليه، او ايه لما ارجع له زي محصول القمح محصول الرز محصول ايه الشعير. انت لما تروح تجيب شكارة رز تخليها في البيت عندك ما بتشيلهاش ايه في مكان مخصوص، او تروح تشيلها في التلاجة او تشيلها في الفريزر، لا انت شايلها في جو الغرفة العادي، يبقى كده قابلة للتخزين ايه عندك. هتروح تجيب برضو القمح علشان تعمل تدخله في بعض الصناعات او تستخدمه في البيت اي استخدام، برضو انت شايله تحت ظروف الغرفة او تحت ظروف ايه الجو العادية جوه الغرفة عندك. ليه؟ لان هو قابل ايه للتخزين لفترات ايه طويلة. ولكن لو قارنا المحاصيل البستانية او محاصيل الخضر هنلاقيها سريعة ايه التلف والعطب وبتبوظ معايا ايه بسرعة، بتحتاج ان انا احفظها، اما بالتجفيف الصناعي او التجفيف الطبيعي او اعملها عملية تجميد او حفظ ايه في الفريزر. يبقى احنا لو شفنا مثلا على سبيل المثال قارنا محصول الطماطم او محصول الفراولة او محصول السبانخ، انا ممكن في درجة حرارة الغرفة ما اقدرش اسيبه اكتر من يوم او اتنين اقصى حاجة، ماشي، وفي الصيف اقصى حاجة 24 ساعة، وبعد كده بتخش ايه تحصل له عملية ايه الفساد كلها ايه وتبوظ. ولكن المحصول الحقلي ممكن انا اشيله واحفظه عندي في درجة حرارة الغرفة سواء كان في صيف او شتاء لفترة طويلة من غير ما يحصل له عملية ايه فساد. يبقى احنا كده عرفنا تعريف المحصول الحقلي، هو نبات عشبي او خشبي يزرع منزرع على نطاق واسع ويعطي اكبر قدر من الطاقة والبروتين والزيوت وباقل الاسعار، كما انه قابل للتخزين لفترة ايه طويلة. تعالوا نشوف مع بعض مقارنة بين المحاصيل الحقلية والمحاصيل الزراعية الأخرى كالبساتين في المساحة المنزرعة وعمليات الخدمة واستخدام الماكينة والتخزين وأسعار التسويق. تعالوا نشوف المقارنة ديت في وجه المقارنة في المساحة المنزرعة. المقارنة هتكون ما بين المحاصيل الحقلية والمحاصيل البستانية. المساحة المنزرعة تزرع في مساحات واسعة تصل إلى 90% من المساحة المنزرعة في العالم. يعني المساحة المنزرعة في العالم 90% منها مزروع ايه محاصيل حقليه. ايه المحاصيل الحقليه؟ كل المحاصيل اللي انا بستخدمها ايه كغذاء الانسان زي محاصيل الحبوب محاصيل ايه الاعلاف محاصيل ايه الالياف محاصيل ايه السكر. اما المحاصيل البستانيه اقل بكثير بالمقارنه بالمساحه ايه الحقليه. ايه هي المساحات ديت؟ اللي هي مساحات الخضروات اللي هي الكرنب الطماطم الخس الخضروات الورقيه، او محاصيل ايه البستانيه زي ايه محاصيل ايه الفاكهه زي البرتقال او التفاح او المانجا. طيب التخزين، المحاصيل الحقلية يسهل تخزينها لأن المحصول جاف تقريبا، يعني القمح عندي ناشف وجاف والرز جاف فأنا أقدر أخزنه لأن درجة الرطوبة بتاعته بتصل حوالي 13%، فدي ما بتخليش عوامل الفساد إيه تحصل إيه فيه. ولكن المحاصيل البستانية الأخرى نسبة الرطوبة فيها عالية غير قابلة إيه للتخزين، يصعب تخزين منتجاتها إلا عن طريق التجفيف الصناعي أو التبريد أو التجميد، لذلك تكون موسمية الاستهلاك وهي إيه طازجة. أما بالنسبة لعملية التسويق فهنلاقي في المحاصيل الحقلية أسعار منتجاتها أكثر استقرارا في الأسواق المحلية والعالمية، السعر بتاعها مستقر لأن بتكون ديت إيه خاضعة للتسعيرة الجبرية اللي هي خاصة إيه بالدولة. ولكن أسعار الخضروات والفاكهة أقل استقرارا كما تتأثر كثيرا بعوامل العرض إيه والطلب، يعني ممكن الحالة الجوية أو الحالة المناخية بتاعت المنطقة تأثر على المحصول الفاكهة اللي موجودة عندي أو محصول الخضر يقلل لي السعر أو يزود لي السعر، خصوصا زي محصول الطماطم السعر بتاعه كل يوم بسعر. ليه؟ لأن ديت إيه بترجع للعملية الجوية والعروة اللي هي مزروعة إيه فيها. لكن المحصول الحقلي عندي زي القمح سعر الأرداب بتاعه تم إيه تحديده، وهو معروف سعر الأرداب مثلا 600 جنيه، فهو سعر بتاعه إيه ثابت في أي وقت، ممكن أبيعه إيه ب 600 جنيه أو هشتريه ب 600 جنيه، عكس المحاصيل إيه الحقلية، آسف، عكس المحاصيل إيه البستانية. المحاصيل البستانية ممكن الفاكهة أو الخضار في بداية الموسم أشتريه غالي، وبعد كده أول ما يبدأ عز إنتاجه السعر بتاعه يرخص، وبعد كده يرفع تاني إيه في نهاية الموسم أو لما الموسم بتاعه إيه ينتهي. يبقى إحنا كده مع بعض شفنا مقارنة عامة بين المحاصيل الحقلية والمحاصيل البستانية من حيث المساحة المزرعة والتخزين إيه والتسويق، وعرفنا أهمية كل واحدة كل محصول إيه عن التاني. هنخش بعد كده على أهمية المحاصيل الحقلية. المحاصيل الحقلية أنا بزرعها ليه؟ المحصول الحقلي انا زرعته ليه؟
انا بزرع الحاجه دي عشان استفاد منها. ممكن انت تكون مركزتش شويه في مذاكره الاهميه الاقتصاديه للمحاصيل الحقليه، ولكن اول ما يقول لك اهميه اقتصاديه للمحاصيل الحقليه ممكن ايه تشاور على ايه، تفتكر اكلك انك زرعنا المحاصيل الحقليه ايه عشان نتغذى عليها، ممكن تفتكر منتجات الالبان واللحوم زرعنا محاصيل حقليه علشان خاطر ايه تتغذى الحيوانات عليها. طيب اللبس اللي انا لابسه ده ممكن اعمل فيه ايه، تمام، جه منين؟ جاي من القطن ومن ايه ومن الكتان ومن الجوت، يبقى انا زرعتها علشان خاطر ايه الكساء. يبقى انا لما اقعد افند الاهميه الاقتصاديه للمحاصيل الحقليه لو انا مش مذاكرها كويس، اركز شويه مع نفسي كده واشوف انا بزرعها ليه، انا زرعتها ليه، تعالوا نشوف مع بعض الاهميه الاقتصاديه للمحاصيل الحقليه. اول اهميه رقم واحد، المحاصيل الحقليه المصدر الرئيسي لغذاء الانسان. يعني ايه المصدر الرئيسي لغذاء الانسان؟ ما فيش انسان فينا يقدر يستغنى عن رغيف العيش. رغيف العيش ده اهم وجبه الانسان ايه بيتناولها، سواء كان فطار او غداء او عشاء، موجود عيش. العيش ده بيجي منين؟ بيجي يا اما من القمح او من الذره او من خليط قمح ايه وذره. يبقى احنا كده العيش ده اساسي، يبقى مصدر اساسي ايه رئيسي لغذاء الانسان. ايه تاني؟ انا ممكن دلوقتي في اي وجبه من الوجبات الرئيسيه يبقى موجود ارز. طيب الرز ده، الرز ده محصول حقلي تم ايه زراعته. مكرونه تمت إيه زراعتها عن طريق محصول القمح، محصول القمح الديورم، وتم إيه طحنه واخد السيمولينا واصنع منه ايه المكرونه. ولكن انا ما اقدرش استغنى عن رغيف العيش، وبس اقدر استغنى عن طبق ايه السلطه. يبقى انا كده عرفت ان من ضمن الاهميه الاقتصاديه المحاصيل الحقليه المصدر الرئيسي لغذاء الانسان. تاني اهميه، المحاصيل الحقليه المصدر الرئيسي لغذاء الحيوان. غذاء الحيوان عندي انا بزرعه المحاصيل العلفيه، سواء كان برسيم مصري او برسيم حجازي، دراوه، دنيبه، علف فيل، حشيشه السودان، دي انا بزرعها تمام، اغذي عليها الحيوان. الحيوان هيتغذى عليها، هيبدا يكبر، هيطلع عندي عده منتجات. ايه هي المنتجات اللي انا هاخدها من الحيوان في الحاله ديت؟ هاخد منه منتجات البان اللي هو اللبن، اجبان، زبده، الحاجات ديت. وعلى الناحيه الثانيه ممكن اخد منه ايه اللحوم والدهون وايه والشحوم بتاعته وايه والجلود. يبقى انا كده ايه المحاصيل الحقليه مصدر رئيسي لغذاء ايه الحيوان، علشان بتدينا ايه المنتجات اللي احنا قلناها دلوقتي. ثالث نقطه هنشوفها مع بعض، المحاصيل الحقليه ضروريه لكساء الانسان. افضل انواع الملبوسات او الملابس اللي احنا بنلبسها القطنيه، والقطن المصري يسمى الذهب الابيض وملك الملابس في العالم. اي منتج من القطن المصري تلاقيه اغلى منتج في العالم. ليه؟ لان الملابس القطنيه دايما بتريح الانسان في اللبس والحاجات ديت، فتبص تلاقي دايما بيقبلوا على المنتجات القطنيه. فالمحاصيل الحقليه ضروريه لكساء الانسان. ليه؟ لان انا بزرع ايه، بزرع القطن وبزرع الكتان وبزرع التيل وبزرع ايه الجوت، ده يصنف كله تحت ايه مسمى المحاصيل ايه الحقليه اللي انا بزرعها في نطاق واسع، علشان ايه استفاد منها، استفاد منها ايه في كساء الانسان، الاقي هدوم ايه البسها. النقطه اللي بعد كده، المحاصيل الحقليه مصدرا للمواد الخام للعديد من الصناعات. ايه هي المواد الخام للعديد من الصناعات؟ انا لو اتكلمنا عن صناعه السكر، صناعه وتكرير السكر، السكر ده هيتصنع منين؟ بيتصنع من قصب السكر وبنجر السكر. طب بنجر السكر محصول حقلي وقصب السكر محصول ايه حقلي، وكل واحد ليه الارض المناسبه ليه والموسم الزراعي اللي بيتزرع ايه بيه والعمليات الزراعيه خاصه بيه، فلذلك ثم دخل تحت ايه، تحت بند المحاصيل ايه الحقلية. ليه؟ لأنه هو برضو محصول عشبي أو خشبي. يعني إحنا دلوقتي كده إيه دخلنا برضو في محصول السكر، وفر لي للعديد إيه من الصناعات. طيب القمح لما بزرعه هيوفر لي الدقيق، هصنع منه العيش الفينو أو الحلويات أو التورتات، يبقى أنا كده وفرت إيه لصناعة إيه الحلويات. طيب القطن عندي والكتان أنا وفرت لصناعة الغاز لإيه والنسيج، كل ده إيه شغل تام من خلال ايه؟ من خلال زراعة المحاصيل ايه الحقلية. يبقى النقطة ديت المحاصيل الحقلية مصدرا للمواد الخام للعديد ايه من الصناعات. النقطة اللي بعد كده، التوزيع الموسمي للحاصلات الزراعية المختلفة. يعني ايه توزيع موسمي؟ في المحاصيل الحقلية نقطتين مهمين جدا لازم ايه تفهموا. حاجة اسمها موسم زراعة، والنقطة التانية تسمى ميعاد الزراعة. ايه هو الفرق ما بين ميعاد الزراعه وموسم الزراعه؟ موسم الزراعه الموسم اللي انا هزرع فيه، سواء كان صيفي او شتوي او نيلي. موسم صيفي او شتوي او نيلي،
يعني المحصول اللي هو بيقضي فترة حياته في الصيف بقول عليه محصول ايه؟ صيفي. المحصول اللي بيقضي فترة حياته في الشتاء بقول عليه محصول شتوي. طيب في فترة ما بين الاتنين كان بيزرعها القدماء المصريين على فيضان النيل، تمام، كانت بتسمى ايه؟ العروة ايه؟ النيلية، يعني موسم ايه؟ نيلي. فاحنا اللي يهمنا دلوقتي اللي متعارف معانا دلوقتي وبنشتغل عليه كتير الموسم الصيفي والموسم ايه؟ الشتوي. طيب ميعاد الزراعة، ميعاد الزراعة تاريخ الوقت اللي انا حطيت فيه البذرة ايه في الارض. يعني انا اقول لك ميعاد زراعة القمح من 1 نوفمبر ل 15 ايه نوفمبر، انا هنا اديت ايه تاريخ. لكن ما ينفعش ادي تاريخ لموسم زراعة شتوي، ليه؟ لان طول ايام الشتاء هي ايه؟ شتاء، سواء خدت معايا 4 شهور 5 شهور 6 شهور، دايما بتحسب السنة الزراعية عندي تلتين السنة بالكامل بيخش الشتوي والتلت السنة بيكون ايه؟ صيفي. فانا لابد ان انا اقدر ايه افرق بين موسم زراعه وميعاد ايه زراعه. موسم زراعه ده الفصل اللي انا بزرع ايه فيه، لكن ميعاد زراعه ده التاريخ اللي انا بزرع بيه، التاريخ اللي انا بزرع ايه بيه. تعال نشوف التوزيع الموسمي للحاصلات الزراعيه المختلفه مع بعض. ترتبط الزراعه المصريه بمواقيت مناخيه وفصول زراعيه تتحدد بالفصول المناخيه الاربعه، وهي ايه بقى؟ الربيع والصيف والخريف والشتاء، دي فصول ايه؟ فصول السنة، مواقيت مناخية. وهنعرف بين الحاجات دي لازم ندمجها مع بعض ليه؟ وهنشوفها مع بعض. وتتراوح مدة كل فصل ما بين 79 ل 93 يوما، وتنتشر فيها ظواهر مناخية طبيعية من ناحية الرياح والأمطار واشتداد الحرارة والضوء وايه وغيرها. يعني الفترة اللي احنا فيها شهر 8 درجة الحرارة بتكون ايه؟ عالية جدا. ليه؟ لأن بين دوران الشمس والموقع مصر الجغرافي اللي موجود بين دوائر العرض والحاجات ديت بيقول لك ايه؟ الشمس بتبقى نازلة ايه؟ الأشعة بتاعتها ايه؟ عمودية على الدماغ على طول، فعلشان كده أنت بتحس ايه بدرجة الحرارة ايه؟ شديدة، تمام؟ ده في شهر ايه؟ 8. ولكن أنت لما تخش مثلا ايه في شهر 3 وشهر 4 تبدأ تخش شهر أمشير والحاجات ديت بتبدأ تشوف رياح الخمسين والرياح والزعابيب والحاجات ديت، وتبدأ تتكلم ايه على المسميات ايه بتاعتها. هنقولها كلها بالتفصيل وهنعرفها، بس خليك معانا وركز معانا. ليه؟ لأن احنا هنحتاج نكتبها، لأنك أنت هتطلع راجل فني محاصيل لازم تكون فاهم وتقدر تتكلم بلغات المزارع، لغات الفلاح. إذا الفلاح معرفتش تتكلم معاه اذا مش هياخد منك معلومه ويطبقها، وانت وظيفتك انك انت توصل معلومه تطبيقيه للفلاح علشان يجيب اعلى ايه انتاج للمحصول ايه بتاعه. يبقى احنا زي ما قلنا الربيع والصيف والخريف والشتاء تتراوح مده كل فصل بين 79 ل 93 يوم، وتنتشر فيها ظواهر مناخيه طبيعيه من ناحيه الرياح والامطار واشتداد الحراره والضوء ايه وغيرها. وايه كمان؟ وبالتالي فان هذه الظواهر تحدث تغيرات في سلوك النمو والتطور في النبات من خلال عمليات النتح والامتصاص والبناء الضوئي والتنفس، إلى درجة أن كثيرا من المزارعين يربط هذه المواقيت ومواعيد إجراء العمليات الزراعية كتحديد مواعيد الزراعة والخدمة ومقاومة الآفات والحصاد، ويطلقون على ذلك أمثالا زراعية. حط تحت أمثالا زراعية ديت 10 خطوط كبار، اظبط كده. ليه؟ لأن الأمثال الزراعية هترتبط بحاجة اسمها الأشهر إيه؟ القبطية، وهنشوف العمليات اللي هتتم ديت ترتبط إزاي بالأشهر القبطية بتاعتنا. ليه؟ لأن المزارع المصري ربط مواعيد الزراعة بتاعته بالفصول الأربعة، والفصول الأربعة تم تدريجهم وارتبطوا بالأشهر القبطية. الله، أنا عندي كم تقويم في مصر؟ تقويم الميلادي والهجري والقبطي. الميلادي طبعا احنا عارفينه اللي احنا بنقول ايه ليه ميعاد الزراعه من منتصف اكتوبر لمنتصف ايه نوفمبر، او من اول ابريل حتى منتصف ايه مايو، ديت الاشهر ايه الميلاديه. لكن الاشهر الهجريه طبعا حضراتكم عارفينها اللي مرتبطه بشهر رمضان والصيام والعبادات. اما الاشهر القبطيه ديت اشهر التقويم القبطي معروف من ايام الفراعنه، وبدأوا يحطوا عليه المواعيد الزراعية أو العمليات الزراعية، وكل شهر سموه بعلامة، كل شهر سموه إيه؟ بعلامة. وهنشوف العلامات، ولحد دلوقت العلامات دي متدارجة بين أي حد. إحنا لو ذكرنا شهر أمشير هتبص تلاقي فيه ناس عارفة، سواء كانت في الريف أو الحضر
يذكر أمشير بعلامات بتيجي معاه. لما نقول شهر أبيب يذكر شهر أبيب بالعلامات اللي بتيجي إيه معاه. وهنشوف كل ده كلته مع بعض إيه دلوقتي. الأشهر القبطية التي ترتبط عادة بمواقيت الزراعة في مصر، هنشوف الأشهر ديت. أول شهر اسمه توت، شهر إيه؟ توت. أول شهر في السنة القبطية اسمه إيه؟ توت. توت يقول للحر موت، يعني إيه؟ يعني ده بداية إيه؟ الشتاء، بداية الشتاء. فعادة إحنا بنقول السنة الزراعية عندي بتبدأ 1/10 أو 1 أكتوبر، آسف 1/11 اللي هو 1 نوفمبر، وتنتهي 31 اكتوبر من السنه ايه التاليه. يبقى اول شهر عندي في الاشهر القبطيه اسمه شهر ايه توت، يقول للحر موت، يعني تبدا الجو ايه الحراره تاخد جنبه، وتبدا الجو ايه يكون لطيف، وتبدا البروده ايه تخش ايه التدريجي. الشهر اللي بعد كده قال لك شهر بابا، شهر بابا بتبدا بقى تخش في شهر 12، شهر ديسمبر مع بدايه يناير، والجو ايه برد شديد، البروده بتبقى عاليه. في بابا الفلاحين قال لك بابا خش واقفل الدرابه او اقفل البوابه، ديت امثال كلها الفلاحين والمزارعين ايه بيقولها. يبقى انا حطيت علامه دلوقتي معانا ايه للاشهر ايه القبطيه. يبقى احنا شفنا شهر توت قال ايه؟ قال الحر موت، شهر بابا خش واقفل ايه الدرابه. الشهر اللي بعد كده اسمه ايه؟ قال لك الشهر اللي بعد كده اسمه هطور، هطور ابو الذهب المنطور. وفي ناس يقول لك هطور ازرع ولا تدور. شايفين الشهر ده ارتبط بمحصول ايه؟ بمحصول القمح. فهطور ازرع ولا دور او هطور ابو الذهب المنصور، لون القمح عندي لونه اصفر ذهبي، فابدا ابدر القمح في الارض، فهو ده الذهبي المنصور. يعني شهر هطور انا بزرع فيه محصول القمح، محصول القمح يتم زراعته في شهر ايه؟ هطور، بالنسبه للاشهر ايه والمواقيت القبطيه الموجوده ايه في مصر. الشهر اللي بعد كده شهر كهاك، شهر كهاك ده طبعا معروف ان الـ 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 الليل فيه بيبقى طويل والنهار قصير ايه جدا. يعني انت في شهر كهاك بتعمل لك مشوارين ثلاثة اهو بخطف كده، لقيت اليوم ايه خلص منك. فالمزارعين بتوعنا قالوا لنا ايه، والمزارع المصري القديم في شهر كهاك اداله علامة، قال لك شيل ايدك من غداك وحطها في عشاك. ليه؟ انت يا دوبك اتغديت مفيش ساعة تانية ميعاد العشاء جه. ليه؟ لان النهار قصير جدا في شهر ايه كهاك. يعني انا لما ابص الاقي معايا بدا النهار يبقى قصير جدا، يبقى انا كده دخلت في شهر ايه شهر كهاك. الشهر اللي بعد كده طوبه، شهر طوبه تخلي الصبيه كركوبه، يعني ايه من شده البرد تخلي الواحد كده واقف يعني يرتعش من شده البرد ايه الشديد اللي بتطلع في شهر طوبه. وفي شهر طوبه مميز جدا عند الفلاحين وخصوصا في الزراعات، انك انت بتصبح الصبح بدري بتلاقي الصقيع والثلوج متكونه على المزروعات اللي موجوده في الحقل، بتلاقي الندى اللي نزل بالليل بدا يتجمد الصبح بدري، وبتشوف الصقيع وبتشوف ايه التلج على المزروعات بتاعتك في الصبح بدري. ده في شهر ايه طوبه. يبقى شهر طوبه اخذ مسمى طوبه تخلي الصبيه ايه كركوبه. ليه؟ من شده ايه البرد. كل ده كلها امثله شعبية موجودة عندنا في مصر، سواء كان المواطن المصري في الحضر أو في الريف بيتعامل بها إيه حتى الآن. طيب الشهر اللي بعده طوبة إيه؟ قال لك أمشير أبو الزعبيب. طبعا إحنا عارفين إن أمشير أبو الزعبيب بتقوم في ريح شديدة جدا، وبتكون إيه مثيرة للرياح ومثيرة للأتربة والرمال، وبتأثر لي على المحاصيل اللي موجودة عندي في الأرض، وأبدأ أخذ احتياطاتي علشان ما يسبب ليش خسارة إيه جامدة بالنسبة للرياح اللي هي ايه هتحصل في شهر أمشير. الشهر اللي بعد كده قال لك برمهات، برمهات روح الغيط وهات. يعني ايه برمهات روح الغيط وهات؟ فبرمهات ده بدأت عندي المحاصيل تنضج. يعني ايه تنضج؟ بدأ بعد عملية التلقيح والإخصاب بدأت قرون الفول البلدي تبقى موجودة فيها فول، بدأت الحمص يظهر، بدأ الترمس يظهر. فأنا أقدر لو رحت الحقل عندي هيبقى عندي حاجات أقدر أتغذى عليها إيه وأكلها وأجيب منها إيه للبيت، عندي حاجات إيه تستهلك خضرة طازجة. فعشان كده في شهر برمهات روح الغيط إيه وهات، هتلاقي فيه فول أخضر، هتلاقي فيه ترمس، هتلاقي فيه حاجات حلوة إيه كتير إن شاء الله. الشهر اللي بعد كده شهر برمودة، برمودة دقوا بالعمودة. يعني ايه دقوا بالعمودة؟ زمان كانوا بيحصدوا القمح ويدقوه، يحصدوا القمح ايه
ويدقوه علشان يحصل على الناتج الاقتصادي. يبقى انا كده في شهر برمودا دخلت في موسم ايه الحصاد، سواء كان حصاد شعير او حصاد ايه قمح او حصاد ايه الفول، يبقى انا كده هبدا احصد المحصول بتاعي. يبقى برمودا دق بالعموده يعني ابدا احصد المحصول ايه بتاعي، يعني ان انا دخلت كده في علامات النضج. فانا لو عندي النتيجه في البيت وببص فيها يوميا واعرف الشهر اللي انا داخل فيه، يبقى من خلال الشهر هعرف ايه اللي بيتم في الحقل عندي او ايه اللي هيتم في الحقل ايه عندي. تعال نشوف الشهر اللي بعديه، بشمس، بشانس يكنس الغيط كنس. يعني ايه بشانس يكنس الغيط كنس؟ يعني جميع المحاصيل الشتويه اللي تم زراعتها تم حصادها وتم دراسها وتزريتها، واصبحت اعداد الارض، بنعد الارض لزراعه المحصول الصيفي. فتلاقي الارض نظيفه ما فيهاش اي حاجه ايه خضره، او لو لقيت حاجات خضره تلاقي نباتات لسه صغيره بتنبت زي محصول الذره او الفلوسيه او المحاصيل ايه اي محصول صيفي ايه تم زراعته. ليه؟ لانك انت دلوقتي في شهر بشانسي بتعد الارض ما بين المحصول الشتوي وبتجهزها للمحصول ايه الصيفي، وشلت كل حاجه اللي هي خاصه بالمحصول ايه الشتوي، كانك كنست الارض ايه ونظفتها. الشهر اللي بعد بشانسي ايه؟ قال لك شهر باونه، نقل وتخزين المؤونه. شهر باونه الناس بتخزن فيه بقى اللي هو عايز يخزن حاجه، اللي عايز يخزن حبوب يخزن، اللي عايز يخزن ترمس يخزن. كان زمان في اصناف الثوم البلدي على سبيل المثال كان يفضل تخزينه في شهر ايه باونه، يقول لك علشان يقعد معاك لتاني سنه يستحمل ايه التخزين. ولكن لما بتستعجل بالتخزين بتاعه قبل باونه بتبص تلاقيه يجيب معاك نص الموسم او ثلاث ارباع الموسم، وبعد كده يفضى منك سواء ثوم ايه او بصل. فانت ايه الافضل كان ايه التخزين في شهر ايه باونه. تعال نشوف اللي بعد كده، ابيب. شهر أبيب فيه العنب يطيب. شهر أبيب ده أول ما تبدأ تشوف أصناف العنب المحلية المصرية، مش الإيه مش المستوردة اللي هي دخلت، لأن إحنا دلوقتي في أصناف جديدة دخلت عندنا زي الإسبري والفليم، ممكن تشوفهم بدري في السوق بتاعنا، تمام؟ ده إيه مع مبكر النضج. ولكن إحنا لو شفنا الروم الأحمر والفيوم والحاجات ديت ليه ميعاد كان بيبدأ جمعه في شهر إيه أبيب. شهر أبيب فيه العنب يطيب، كنت تشوف العنقود بقى ونسبة الحلاوة والسكر كله موجود إيه في الشهر ده. احسن عنقود تاكله اللي انت هتجمعه او هتقطفه من على الشجره في شهر ابيب، يبقى شهر ابيب فيه العنب ايه يطيب. تعالى الشهر اللي بعد كده، مسره. مسره تجري فيه كل ترعى عسره. مسره في الايام ديت اللي هي موسم فيضان النيل، موسم فيضان النيل. النيل كان بيفيض فيه بعض الترع، كانت مستوى الماء فيه قليل، اول ما يحصل فيضان للنيل مستوى الميه فيها ترتفع وتعلى وتروي ايه الارض. يبقى كده في شهر مسره تجري كل ترعى عسره، يعني بموسم الفيضان بتاع النيل كان بيجي ويجيب الخير كله ايه معاه. الصوره اللي بعد كده، ويضاف الى اخر السنه شهر يسمى شهر نسق. شهر نسق مدته بتكون من 5 إلى 6 أيام، وعدد أيام كل شهر 30 يوم، ويكون عدد الأشهر في السنة القبطية كام يا باشا؟ 13 شهر. السنة الميلادية عدد السنين فيها 12 شهر، السنة الميلادية عدد السنين فيها 12 شهر، أما القبطية فيها 13 شهر، يبقى ميلادي 12 هجري 12 قبطي كام؟ 13. عدد الأشهر في عدد الأيام في الأشهر القبطية 30 يوم، معادها شهر 13 اللي هو شهر نسق من 5 إلى 6 أيام. ليه من 5 إلى 6 أيام؟ إذا كانت سنة بسيطة هيبقى 5 أيام، إذا كانت سنة كبيسة يبقى 6 أيام. بمعنى لو 365 يوم السنة عندي سنة بسيطة، 366 يوم سنة إيه؟ كبيسة. تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده، تعرف بعض المناسبات بشهرة معينة في الزراعة. تعرف بعض المناسبات بشهرة معينة في الزراعة. كل المناسبات ديت انت عارفها، بس معقول هل احنا ربطنا المناسبة ديت بالزراعة بتاعتنا في مصر؟ اه ربطناها بالزراعة بتاعتنا ايه في مصر. ليه؟ لان احنا هنشوفها دلوقتي وهنشوف ايه ازاي ارتبطت ايه معانا. تعالوا نشوف اول ميعاد، الغطاس. طبعا كلنا عارفين عيد الغطاس، يقع في ليلة 11 طوبة، وبحلوله يمكن زراعة المحاصيل الصيفية المبكرة وتنمو المحاصيل الشتوية جيدا. بمعنى أول ما يحل عيد الغطاس أقدر أزرع المحاصيل الصيفية المبكرة، والمحاصيل الشتوية بتكون في أحسن حالتها. بتكون يعني إيه في أحسن حالتها؟ يعني لو أنا زرع محصول برسيم أبص ألاقي إيه، لو حشيت النهارده الحشه الثانيه تجيني بسرعه وتكبر ايه بسرعه. بيقول لك اليوم بتاع زرع عندي اليوم بيومين. يعني ايه اليوم بيومين؟ يعني الزرع شغال ايه في الجو ده بعد حلول الغطاس. ليه؟ لان بيكون الجو بدا ايه يدفي والدفا ايه يطلع،
ودرجة الحرارة اللي هي كانت منخفضة اللي كانت موقفة العمليات الفسيولوجية جوه النبات بدأت ايه تتلاشى رويدا، فيبدأ الزرع ايه يجدد نفسه ويبدأ ايه يخش في النشاط ايه من جديد. يبقى الغطاس يقع في ليلة 11 طوبة، وبحلوله يمكن زراعة المحاصيل الصيفية المبكرة وتنمو المحاصيل الشتوية ايه جيدا. ايه تاني؟ نزول النقطة. ايه هي نزول النقطة ديت؟ تقع في ليلة 11 بقونة، حيث تزدهر المحاصيل الصيفية بعد نزول النقطة. ونزول النقطة ديت مرتبطة بحاجة اسمها ايه؟ السكر. يعني ايه نزول النقطة؟ يعني دخول السكر الثمار. دخول السكر ايه؟ الثمار. يعني المحاصيل اللي هي موجودة سواء كانت محاصيل بستانية أو محاصيل حقلية موجودة في الوقت ده بدأ السكر يدخلها. بدأ السكر ايه؟ يدخلها وأبدأ أجمع ايه؟ من عندها. يبقى نزول النقطة تقع في ليلة 11 بقونة، حيث تزدهر المحاصيل الصيفية بعد نزول ايه النقطة. وعندنا من أهم المحاصيل اللي ارتبط بشهر بقونة اللي هو التين، التين الرمادي، في بقول عليه في التين الرمادي أو بقول عليه تين بقوني. ليه؟ لأن بدأ حصاده ايه في شهر بقونة أو في عروة ايه بقونة. بعد كده الحسوم، والحسوم بتسمى ايه برد العجوز. يعني ايه الحسوم أو برد العجوز؟ تبدأ في أول برمهات وتستمر 8 أيام، وفي هذه المدة تهب رياح قاسية البرودة وزوابع محملة بالغبار فتؤذي بادرات القطن وتؤثر تأثيرا سيئا على إزهار المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير، وكذلك تتسبب في رقاد إيه النباتات. يعني أنا في شهر برمهات أبص ألاقي إيه في بيجي عندي أيام الحسوم الثمان أيام دول بيقوم هواء شديد جدا بيعمل لي تكسير للسبل لسنابل القمح وسنابل الشعير، او يحصل رقاد لمحصول القمح عندي، فتبص تلاقي القمح لو رقد كميه المحصول بتاعه ايه بتقل. فانا دلوقتي في الثمان ايام دول بيكون فيه ريح ايه شديده جدا، فانا ببدا اخد ايه احتياطاتي واخد ايه الاجراءات الوقائيه اللي انا هقدر اقاوم بها ايه الهواء الشديد عشان احافظ على القمح بتاعي. من ضمن الاجراءات ديت ان انا ممكن مرويش القمح بتاعي في الفتره ديت، علشان لو انا رويت الفتره في الثمان ايام الحسوم ثق تماما ان القمح بتاعك بالكامل هيرقد. ليه؟ بسبب الثمان ايام اللي بيجوا فيهم ايه هواء جديد. وتبص تلاقي الجو يبقى لطيف وكويس كده، في ساعة زمن تبص تلاقي قلب بقت عندي رياح ايه شديدة وهواء ايه شديد وبارد. دي في ايام ايه الحسوم. يبقى الحسوم وبرد العجوز زي احنا ايه ما عرفناها. نيجي بعد كده السنة الزراعية. تبدأ السنة الزراعية في اول نوفمبر يوم 1 نوفمبر وتنتهي اخر اكتوبر 31 اكتوبر من السنة ايه التالية. يبقى احنا كده عرفنا السنة الزراعية بتاعتنا. لو انا هأجر ارض لحد هأجر أو هكون مستأجر، يبقى العقد بتاعي أو مدة الإيجار بتاعتي هتبدأ سنة كاملة سنة زراعية من 1 نوفمبر وتنتهي 31 أكتوبر في السنة إيه التالية. دي السنة إيه الزراعية. طب النقطة اللي بعد كده مناطق إنتاج المحاصيل في مصر. طبعا جو مصر من أفضل مناخ موجود على مستوى العالم كله، وبالتالي برضو تم التنوع والمناطق من حيث توزيع المحاصيل. يعني انا عندي منطقه الوجه القبلي ومنطقه الوجه البحري، دي بيتم فيها زراعه محاصيل معينه ودي بيتم زراعه محاصيل معينه، وفي محاصيل تجوز زراعتها في الوجه القبلي وفي محاصيل تجوز زراعتها في الوجه البحري ولا تجوز زراعتها بالعكس. يعني تعالوا نشوف مناطق انتاج المحاصيل عندنا هنا في مصر ايه. رقم واحد شمال الدلتا. في شمال الدلتا ايه اللي هزرعه؟ قال لك بنزرع الارز والبرسيم والقمح والقطن وبنجر السكر والفول البلدي والذره الشاميه. يبقى شمال الدلتا عندي بيتم زراعه المحاصيل الحقليه فيها الارز والبرسيم والقمح والقطن بنجر السكر الفول البلدي والذره الشاميه. طيب وسط الدلتا، وسط الدلتا فيها القمح والارز والقطن والذره سواء ذره شاميه او ذره رفيعه والبرسيم والفول البلدي وفول الصويا. يبقى كده وسط الدلتا فيها المحاصيل ديت. طيب جنوب الدلتا، قال لك جنوب الدلتا بيتم زراعه محصول القمح والذره الشاميه والبرسيم والفول البلدي، محاصيل الخضر، محاصيل العلف الاخضر الصيفي. لو لاحظت ان بدا في محاصيل متكرره في الاماكن، ولكن بدانا في تنوع في المحاصيل، نختلف في بعض المحاصيل. طيب مصر الوسطى اللي هي الفيوم بني سويف المنيا والجيزه، بيزرع فيها القمح، الذره الرفيعه، البرسيم، القصب، الفول البلدي، فول الصويا، محاصيل العلف الاخضر الصيفي. طيب مصر العليا، القمح والبرسيم الحجازي وقصب السكر والذره الرفيعه. خلي بالك قصب السكر هنا يعني في بقيه الاماكن ما تذكرش
كتير ذكر في مصر العليا. طيب الأراضي الجديدة الرملية إيه اللي بيتزرع فيها؟ في الأراضي الجديدة الرملية بزرع البرسيم الحجازي، القمح، الفول البلدي، الفول السوداني، السمسم، الشعير، الذرة، البرسيم المصري مع حصيل العلف الأخضر الصيفي، دوار الشمس، الكانولا، الأرطم. دي اللي بيتم زراعته فين؟ في الأراضي الرملية إيه الجديدة. طيب نشوف إيه تاني معانا؟ العوامل البيئية وعلاقتها بإنتاج المحاصيل. إيه هي العوامل البيئية وعلاقتها بإنتاج المحاصيل؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إن العوامل البيئية عندي سواء كانت حرارة، رطوبة، رياح، هيتم تقسيمها وهنقسم العوامل سواء كانت عوامل بيئية داخلية أو خارجية أو عوامل حيوية، وهنشوف العوامل دي هيتم تقسيمها إزاي مع بعض. يقصد بكلمة البيئة هي المكان أو الوسط الذي ينمو فيه النبات. يبقى البيئة يقصد بكلمة البيئة هي المكان أو الوسط الذي ينمو فيه النبات. أي مكان هينمو فيه النبات يسمى إيه؟ بيئة، سواء كانت بيئة أرض سمراء أو بيئة إيه؟ صحراوية. تعالوا نشوف. تنقسم العوامل البيئية إلى قسمين. العوامل البيئية بتتقسم إيه؟ إلى قسمين. عوامل جوية مناخية وعوامل بيئية إيه؟ أرضية. يبقى أنا عندي العوامل البيئية هنا اتقسمت كم قسم؟ اتقسمت إيه؟ قسمين. عوامل بيئية جوية متعلقة بالجو، وعوامل بيئية أرضية متعلقة بالتربة. بمعنى ان احنا هنتكلم في التربة اللي هي ايه؟ اللي هي بناء التربة وقوام التربة والمحتوى الميكروبي. اما العوامل الجوية المناخية هنتكلم عن الحرارة والرطوبة والضوء والامطار وما شابه ذلك من العوامل ايه؟ الجوية. تعالوا نشوف مع بعض ونتكلم عنهم. اولا العوامل الجوية المناخية، العوامل الجوية المناخية. عوامل خارجية غير متعلقة بالتربة. عوامل خارجية غير متعلقة ايه بالتربة. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي النبات بينمو عندي، لما ازرع النبات بتاعي او ازرع المحصول، في جزء فوق ده في البيئة والجزء التاني في التربة تحت. طيب العوامل اللي هتأثر على اللي فوق غير اللي هتأثر ايه على اللي موجود في المجموع الجذري ايه تحت. يبقى انا عندي عوامل جوية، دي عوامل ليس لها علاقة بالتربة. أنا عندي عوامل أرضية لها علاقة إيه بالتربة، اللي هي البناء والقوام، وهنتعرف عليه مع بعض. رقم واحد في العوامل الجوية اللي هي غير متعلقة بالتربة، رقم واحد درجة الحرارة. يوجد لكل محصول مجال أو مدى من درجات الحرارة يمكن أن ينمو فيه، ولهذا المجال نهاية صغرى لا يمكن للنبات أن ينمو تحتها، ونهاية عظمى لا يمكن للنبات أن ينمو فوقها، وبين هاتين النهايتين تقع درجة الحرارة المثلى. بمعنى ان المحصول الصيفي، انا لما بقول محصول صيفي بيتم زراعته مثلا في درجة حرارة يقول لك من 30 الى 40 درجة مئوية على سبيل المثال. اللي بينمو في فصل الشتاء بتكون درجة الحرارة ايه اقل. ما بين الدرجة البداية اللي انت بتبدأ بيها والنهاية اللي بتنهيها بتسمى درجة الحرارة ايه المثلى. يبقى درجة الحرارة لكل محصول مجال ومدى من درجات الحرارة يمكن ان ينمو ايه فيه. طيب الحاجة التانية بعد كده معانا، تقسم محاصيل الحقل من حيث درجات الحرارة الى، خلي بالك التقسيم بقى هيخش بقى مواسم. رقم واحد محاصيل الجو البارد او المعتدل. محاصيل الجو اللي بتحتاج جو بارد بقى القمح، الشعير، الكتان، بنجر، سكر، البرسيم المصري. الله ينور عليك، عشان كده بيزرعوا فين؟ بيزرعوا في فصل ايه؟ الشتاء. يبقى محاصيل الجو البارد او المعتدل قمح، شعير، كتان، بنجر، سكر، البرسيم المصري، دي جو ايه؟ بارد، فبيزرع في فصل ايه؟ الشتاء. طيب محاصيل الجو الدافي او الجو الحار كالذرة بانواعها، يبقى الذرة الشامية والذرة الرفيعة والسرجم، القطن والرز، الارز والفول السوداني، القصب، فول الصويا، السمسم، دوار الشمس. الله ينور عليك، برضو دول محاصيل بتزرع في الفصل ايه؟ بتزرع في فصل ايه؟ الصيف، فتسمى ايه؟ محاصيل ايه؟ صيفيه، اللي هي بتزرع في فصل ايه؟ الصيف. تمام. نخش بعد كده المحصول الشتوي. ايه هو المحصول الشتوي؟ هو المحصول الذي يقضي اغلب فتره نموه في فصل الشتاء. لما اقول لك محصول القمح محصول شتوي ليه؟ هتقول لي لانه بيقضي اغلب فتره نموه في فصل ايه؟ الشتاء. طيب بعد كده المحصول الصيفي. ايه هو المحصول الصيفي؟ هو الذي يقضي اغلب فتره نموه في فصل ايه؟ الصيف. لما اقول لك ليه الذره الشاميه محصول صيفي، هتقول لي لانه يقضي اغلب فتره نموه في فصل ايه؟ الصيف. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو المحصول الشتوي
وايه هو المحصول ايه الصيفي. يبقى المحصول الشتوي هو المحصول الذي يقضي اغلب فتره نموه في فصل الشتاء. طب المحصول الصيفي هو المحصول الذي يقضي اغلب فتره نموه في فصل ايه الصيف. يبقى احنا كده فرقنا بين المحصول الصيفي والمحصول ايه الشتوي. تعالوا نشوف النقطه اللي بعد كده، رقم 2 الضوء. يبقى احنا اتكلمنا على الحراره والمدى ايه بتاعها، هنشوف الضوء. يعتبر الضوء من اهم العوامل التي تؤثر على النبات، حيث ان المصدر الاساسي للطاقه وعمليه التمثيل الضوئي، ويطلق على استجابه النبات للطول النسبي لكل من النهار او الليل باسم الفتره ايه الضوئيه. تمام، احنا كده في الضوء عرفنا ان بيحصل من خلال الضوء حاجه اسمها البناء الضوئي. البناء ايه الضوئي، وتكوين الكلوروفيل وتكوين الطاقه والمواد ايه الغذائيه داخل ايه جسم النبات او داخل ايه النبات، عن طريق عمليه البناء الضوئي بتوفير عمليه الري واضافه ايه الاسمده. وبعد كده احنا عندنا النباتات بتاعتنا تم تقسيمها او المحاصيل تم تقسيمها حسب استجابتها لطول الفتره ايه الضوئيه. يعني ايه طول الفتره الضوئيه؟ يعني طول الفتره الضوئيه بيأثر خصوصا عندي على عمليه التزهير، على عمليه ايه التزهير. فانا عندي لو قسمت المحاصيل عندي هتتقسم لثلاث حاجات، محاصيل اسمها محاصيل نهار طويل ومحاصيل نهار قصير ومحاصيل ايه محايده، وهنشوفها مع بعض بالترتيب وايه هي المحاصيل اللي هيتم ايه تقسيمها مع بعض. تقسيم المحاصيل الحقليه من حيث فتره الاضاءه، تعال نشوف بقى المحاصيل بتاعتنا اتقسمت من حيث فتره الاضاءه لايه. رقم 1 محاصيل النهار الطويل، محاصيل النهار الطويل. بعض المحاصيل تحتاج إلى أيام ذات نهار أطول من حد معين لكي تتم عمليتي الإزهار والإثمار بنجاح، مثل القمح والشعير والبرسيم وبنجر السكر والكتان، ولو إنها تنمو خضريا في الأيام ذات النهار القصير. يعني المحاصيل دي محاصيل شتوية بتنمو، بتاخد طول فترة حياتها في فصل الشتاء، يعني طول النهار إيه نهار قصير، وأول ما يبتدي النهار يطول معاها او النهار يطول معاها تبدا في عمليه التزهير. فديت بسميها محاصيل ذات النهار الطويل، محاصيل ذات النهار ايه الطويل. طيب تاني نوع من انواع المحاصيل، قال لك محاصيل النهار القصير، وهي محاصيل تحتاج الى ايام ذات نهار اقل من حد معين لكي تزهر وتثمر، ويحتاج نموها الخضري الى ايام ذات نهار قصير، مثل الأرز والذرة بأنواعها وقصب السكر وفول الصويا والكينوا. يبقى احنا كده عرفنا ان القصب السكر والفول الصويا والكينوا دول محاصيل ذات النهار ايه القصير، بيقضي طول فترة حياتهم في فصل الصيف نهار طويل، وتبص تلاقي اول ما يبدأ النهار يأثر تبدأ عملية الإزهار تظهر معايا، وتبدأ عملية الإثمار علشان أحصل على الناتج الاقتصادي بتاعها. تالت نوع من أنواع المحاصيل معايا اسمها محاصيل ذات النهار، ذات المحاصيل المحايدة. إيه هي المحايدة؟ اللي هي ما بيفرقش معاها لا طول ليل ولا طول نهار، في أي وقت بتظهر. وهي محاصيل لا تتأثر كثيرا بطول النهار أو بقصر النهار، مثل القطن ودوار الشمس. يعني انت ممكن لو زرع قطن طول السنة، اول ما القطن تبدأ البادرة تكبر كده وتبدأ تفرع، يبدأ القطن يقول لك بيوسوس. يعني ايه بيوسوس؟ يعني بدأ يطلع الثمار بتاعته والازهار ايه بتاعته. بدأ امتى القطن بيتزرع؟ امتى ده القطن بيتزرع؟ في نهاية شهر فبراير. طيب اخد معايا لحد وقت الجمع بتاعه في نهاية شهر اغسطس وسبتمبر، وممكن يخش لاكتوبر كمان، خلال فترة الجمع ديت لحد مجمع الاقي الزهرة بتاع القطن موجودة، القطن عمال يظهر ايه معايا. طيب دوار الشمس، ممكن دوار الشمس انا دلوقتي زرع دوار الشمس صيفي، ومكان دوار الشمس رحت زرعت برسيم في المحصول الشتوي، بلاقي بعض النباتات من البذرة اللي هي وقعت اثناء الحصاد بدأ يطلع عندي دوار الشمس، بدأت ايه تظهر ويطلع القرص تاني النورة بتاعته، وشوف النورة بتاعته ليه بالرغم انه هي في الشتاء. ليه؟ لان هو ده نبات محايد، نبات ايه محايد للفترة الضوئية، ما بيفرقش معاه لا طول ولا قصر النهار بالنسبة لعملية ايه التزهير. تعال نشوف بعد كده مع بعض النقطة اللي جاية، الرطوبة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الحرارة والضوء، وهنتكلم هنا ايه عن الرطوبة الجوية. ايه هي الرطوبة الجوية؟ نسبة الرطوبة الجوية لها تأثير كبير على كمية المياه التي تفقد من سطح الأرض بالتبخير، مما يؤثر على نمو النباتات.
كما تزيد او تقلل من سرعه النتح في النباتات. يعني كده الرطوبه الجويه هتاثر معايا في ايه؟ هتخليني اظبط عمليات ايه؟ الله ينور عليك شاطر، هتخليني اظبط عمليات الري، هتخليني اظبط عمليات ايه؟ الري. ليه؟ لانها زي احنا كده لما تكون الرطوبه عاليه او منخفضه في الجو انا بحس بحراره او بحس بعرق، ببدا اشرب ميه كتير والكلام ده كليته، ويبدا يفقد ايه؟ من خلال العرق. كذلك الامر ايه في النبات، نسبه الرطوبه الجويه بتكون لها تاثير على كميه الميه او حركه عمود الميه داخل ايه؟ داخل النبات. تعالوا نشوف النقطه اللي بعد كده، الرياح. تسبب الرياح اضرار كبيره للمحاصيل مثل الف رقاد النباتات، ب تساقط الازهار، ج منع الحشرات من اداء وظيفتها في تلقيح الازهار، نقل بذور الحشائش الخفيفه، نقل جراثيم بعض الامراض الفطريه، انجراف الطبقة السطحية من التربة اللي هي الطبقة الخصبة خاصة في المناطق الصحراوية. يبقى عرفنا العوامل البيئية، الرياح من ضمن العوامل البيئية اللي بتأثر عليها ايه؟ بتأثر عليها معظمها بالسلب. ليه؟ لأن كل ما كانت الرياح شديدة زي ما شفنا كده وقرينا مع بعض بتسبب لرقاد للنبات، تساقط أزهار، منع الحشرات من أداء وظيفتها، نقل بذور الحشائش الخفيفة، يعني بذور الحشائش الخفيفة بتبدأ تطير مع الهواء وتيجي لي في مكان أرض نظيفة تبدأ الحشائش تنمو فيها من تاني، نقل جراثيم بعض الأمراض الفطرية، الجرثومة بتتنقل من غيط لغيط تاني عن طريق الرياح، وانجراف الطبقة السطحية طبعا بكده بيعمل لي عملية تصحر للأراضي الخصبة. ويمكن تجنب أضرار التعارية والانجراف بالرياح كما يلي. طيب انا هظبط نفسي كده في المزرعه بتاعتي هعمل ايه؟ هنعمل الحاجات دي. رقم واحد، اقامه مصدات للرياح ثابته كاشجار الكزورينا والكافور وغيرها حول الحقول. اثنين، اقامه حوائط مؤقته من البوص او سقان الذره اللي احنا بنعمل بلدي كده عمليه تزريب بين خطوط نباتات المحصول المنزرع. العامل الخامس من العوامل البيئية الغير متعلقة بالتربة وهي الأمطار. من أهم العوامل الجوية التي تؤثر على توزيع ونمو المحاصيل في العالم، حيث أن زراعة 90% من مساحة المحاصيل في العالم تعتمد على سقوط الأمطار. وفي مصر تسقط بعض الأمطار الشتوية على ساحل الشمال الغربي بالسلوم ومطروح، وهذه الأمطار لا تكفي للإنتاج النباتي بل لابد من توافر مصدر آخر للري التكميلي. يبقى انا كده عندي الامطار مهمه جدا، ان احنا عندنا 90% من المساحات المزروعه حول العالم تعتمد على سقوط الامطار. احنا عندنا هنا في مصر بتسقط كميه امطار بسيطه لا تتعدى 2 ملي متر في السنه، فده طبعا لا يكفي الى ان انا اقدر انتج المحاصيل عندي تحت ظروف الزراعه المطريه، ولكن هتحتاج ان انا ادعم المحصول عندي بريه او ريتين زياده تسمى الري التكميلي. ده بيتم طبعا في محافظات مرسى مطروح والمحافظات الحدوديه والساحليه وفي شمال وجنوب سيناء، ان انا اقدر ازرع على مياه الامطار او سقوط الامطار. تعالوا نخش بعد كده على النقطه اللي بعد كده، اهم المحاصيل اللي تزرع على مياه الامطار. الشعير، نباتات الرعي مثل البرسيم الحجازي، الدحريج، النفل، القطف وغيرها، دول بيزرعوا على مياه الامطار. والزراعة بوجه عام تعتمد على نهر النيل والقليل منها على المياه الجوفية. طيب العوامل البيئية الأرضية، عوامل داخلية متعلقة بالتربة، وعند العنوان ده احنا هنقف مع بعض في الحلقة دي علشان خاطر ان شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل مع بعض من اول العوامل البيئية المتعلقة بالتربة. طيب احنا دلوقتي اللي درسناه النهارده واخدناه مع بعض، احنا دلوقتي درسنا مع بعض او شرحنا مع بعض علم المحاصيل، عرفناه وعرفنا المحصول الحقلي، اتكلمنا عن التوزيع الموسمي للمحاصيل الزراعيه، عرفنا يعني ايه محصول شتوي يعني ايه محصول صيفي، اتكلمنا عن المواقيت الزراعيه والاشهر القبطيه وازاي الانسان المصري او الفلاح المصري بدأ يعلم العمليات الزراعية اللي بتتم في الحقل بالأشهر القبطية وإدالها كل واحدة علامة أو مسمى، زي ما احنا شفنا شهر هطور وشفنا شهر أمشير وبابا وكهاك وبقونة وأبيب ومسرة، كل الشهور دي احنا شفناها وشفنا العلامات بتاعتها اللي هي سماها، عشان انت وانت قاعد في المزرعة كده أو انت بتعمل جولة استرشادية أو بتعمل جولة إرشادية للحقول اللي حواليك وشفت الفلاحين والمزارعين بيتكلموا وقال لك كلمة من الكلمة ده، تبقى انت راجل فاهم
وتقدر تجاوب معاه وتقدر توصل له المعلومة ايه صحيحة. بعد كده اتكلمنا عن العوامل البيئية المتعلقة اللي بتأثر على إنتاج المحاصيل، اتكلمنا عن العوامل الجوية وقلنا عوامل جوية غير متعلقة بالتربة، واتكلمنا فيها عن الحرارة والأمطار والضوء والرطوبة والرياح، وقسمنا المحاصيل من حيث كل عنصر إلى التقسيم إيه بتاعه. يعني من ناحية المحاصيل الحقلية قسمنا محاصيل حسب الفترة الضوئية، محاصيل طويل ذات نهار طويل ومحاصيل ذات نهار طويل ومحاصيل إيه محايدة. يبقى احنا كده مع بعضينا احنا شرحنا الحلقة او المادة المحاصيل الاولى بالباب الاول، وتعرفنا على كل شيء فيه، ووقفنا مع بعض، وهنبدأ ان شاء الله في الحلقة الجديدة عند العوامل البيئية المتعلقة بالتربة في الحلقة القادمة ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.